وحول الموضوع معنا من لندن عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدر خان. سيد عبد الوهاب أهلا بك معنا. إذن يوم غد تنطلق أولى جلسات المفاوضات حول ترتيبات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد، ما السيناريوهات المتوقعة وسط شكوك المتابعين على قدرة الجانبين على التوصل إلى اتفاقات غير باهظة الكلفة لكليهما خصوصا بالنسبة إلى بريطانيا؟ أنا أعتقد أن الجانب البريطاني سيبدأ بطرح الملفات التي لن تكلفه كثيرا، ولكن ستحرز نوع من نقاط تنمي شعبية الحزب الحاكم المحافظين وتمكنه من القول أن سياسة بريكسيت بدأت تجني ثمارا، خصوصا إذا كان الملف الأول يتعلق بمسائل الهجرة. وأعتقد أن الملف الثاني سيكون بخصوص الاتفاق على التعامل مع الرعاية، سواء الأوروبيين الموجودين في بريطانيا أو البريطانيين الموجودين في أوروبا. فهذه مشكلة يود الطرفان أن يكون هناك حل مرضي لها وحل غير قاسي. وفي أي حال ليست هناك منهجية محددة 100% سيتبعها الطرفان، إنما سيحاولان مع ذلك أن جعل هذه المفاوضات الأولية تتوصل إلى نوع من خريطة الطريق، وبنفس الوقت بناء جدول زمني لكيفية الاتفاق على الترتيبات بحسب الملفات وبحسب القضايا التي سيبحثون فيها. سيد عبد الوهاب، إن تم التوصل كما ذكرت حضرتك إلى خارطة طريق وإلى جدول زمني، هل بريطانيا قادرة في ظل كل هذه المعطيات على تحمل كامل تبعات هذا الانفصال، خاصة وأنه يتوقع أن يطالب الجانب الأوروبي الحكومة البريطانية بسداد نحو 100 بليون يورو قيمة مستحقات قائمة إلى حين استكمال الانسحاب؟ يعني بشكل أولي ستحاول بريطانيا نقض هذا المبلغ واعتبار أنه غير واقعي، إلا إذا استطاع الأوروبيون تبريره. بنفس الوقت هناك جدل حاليا في بريطانيا، خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة، حول يعني مدى الانفصال. هل يكون كليا، هل يكون جزئيا، هل يكون وسط بمعنى قريب من النموذج النرويجي؟ لا تستطيع بريطانيا أن تفرض هي مقدار الانفصال، لأن الأوروبيين أيضا لديهم رأي. إنما حاليا هناك رأي عام في بريطانيا يميل إلى ما يسمى الخروج الناعم، وكان هذا أحد دروس الانتخابات الأخيرة. إنما رئيسة الوزراء وحزبها لا يريدان الاعتراف بأن هذه من نتائج الانتخابات، ويجب إعادة النظر موضوع بريكسيت. سيد بدر خان، نعم، في ظل دقيقة من الوقت، إن كان الخروج ناعم أم كلي أم جزئي أم وسط كما ذكرت حضرتك، هل هناك أي سيناريو بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد؟ يعني حتى الآن لا، بالعكس تعتبر الحكومة أن مضيها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي هو أحد التزاماتها تجاه الناخبين الذين اختاروا هذا الخيار. لم تأخذ كما قلت في الاعتبار ما تغير خلال سنة، وما أنبأتها به رسائل النتائج الآتية من الانتخابات الأخيرة. إنما في غضون شهرين أو ثلاثة بعد بدء المفاوضات، ربما يطرح الموضوع من جديد على النقاش، سواء في مجلس العموم أو حتى داخل الحكومة، لأن هناك أيضا اضطرابات سياسية سيشهدها حزب المحافظين إذا لم تستطع تيريزا ماي أن تبرهن أنها قادرة على القضاء وعلى البقاء وإدارة الحكومة بشكل جيد.
شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. حدثنا من لندن عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان.